حصة سكور سبور سعداء بلقائكم وعدد جديد من حصة سكور سبور. هذا العدد سيكون مخصص للحديث عن دورة كرة الطائرة على الرمال التي باسم المرحوم بلال عبد الفتاحة. وللحديث أكثر حول كل ما يدور حول شؤون هذه الدورة سعيد باستضافة السيد مدلل محمد أكرم مسؤول عن لجنة تنظيف الدورة. أهلا بكم سيدي معنا. مشكورين على الاستضافة. شكرا بارك الله فيك. نعم لا شكر على واجب. أيضا سعيد باستضافة السيد زغوان سفيان منظم عام في الدورة. شكرا لكم سيدي على قبولكم دعوتنا. شكرا على الاستضافة نعم لا شكر على واجب. أيضا سعيد باستضافة السيد نغموش صالح عبد الناصر كاتب عام للدورة. أهلا بكم سيدي معنا. بارك الله فيكم على الاستضافة. نعم لا شكر على واجب. سأبدأ معكم سيد مدلل. هذه الدورة أخذت اسم المرحوم رحمة الله عليه المرحوم بلال عبد الفتاح. كيف جاءتكم الفكرة لكي تكون هذه الدورة باسم المرحوم بلال عبد الفتاح؟ أولا بالمناسبة نترحموا على رحمة الله على المرحوم بلال عبد الفتاح. هذا بلال عبد الفتاح كان أخ وكان صديق معنا، تزامنا معاه مرحلة الطفولة من الصغر حتى لحظة الوفاة. كان لاعب هذا في كرة طائرة، أولا لاعب معناها معروف على مستوى الولاية هنا في ولاية الواد، معروف في باتنا ثاني، لاعب كبير. الفكرة كيف جات؟ احنا مجموعة أصدقاء خاصة اللعب. الكرة على الرمال، كرة طائرة على الرمال بالضبط. أكيد يعني. نعم. احنا رانا أصدقاء اللعب، مجموعة من أصدقاء اللعب. كانت هذه الفكرة كانت نظرية بس احنا حولناها إلى فكرة تطبيقية. كيفاش؟ اجتمعنا في يوم من الأيام قبل بداية هذه الدورة. اجتمعنا في يوم من الأيام طرحنا الفكرة هذه النظرية، حولنا بهذه الفكرة من خلال المشاورات حولناها إلى فكرة تطبيقية. تجسدت هذه الفكرة في دورة المرحوم بلال عبد الفتاح. نعم شكرا لكم سيدي على كل هذه التوضيحات. أعود إليكم سيد زغوان. دورة هي الطبعة الأولى لدورة كرة الطائرة على الرمال باسم المرحوم بلال عبد الفتاح. كيف كانت التحضيرات لهذه الدورة؟ والله السلام عليكم، شكرا على الدعوة. شكرا على وجب. كانت تحضيرات في الأول، كانت اول حاجه معناها اللي عاونتنا ولا عطتنا الديماراج هي الانطلاقه، يعني الانطلاقه تاع جمعيه حي النجار. نعم. هي عطتنا اليد العون، نشكرهم بالمناسبه. نعم. هي اللي عطتنا اليد العون باش نديمارو في ننطلقوا في هذه الدوره هذه على الرمال. وكان شويه من دعم من دار الشباب، اشخاص اصدقاء. لو تعطينا اسماء يعني كانوا فاعلين حتى كان أفريقيا. لا نحجب حقهم يعني. كان صحفيين، ناس كل صح حقيقة ساندت وساهمت وعاونت في هذه الدورة. معناها ما كاش مجال معناها أشخاص ولا الناس كامل عاونت، حتى من أولاد الحي في 17 أكتوبر عاونونا، جمعية حي النجار، الأولاد، كامل الناس عاونونا في هذه الدورة. نعم. وبغض النظر يعني على دور الأشخاص اللي يساعدوكم في إقامة هذه الدورة، أكيد سيد زغوان أنه إقامة مثل هكذا دورات خاصة أنها الطبعة الأولى تلقيتوا فيها صعوبات، يعني أهم الصعوبات يعني اللي واجهتكم في تنظيم أول هذه صعوبات الدورة، يعني خاصة وأن الخبرة يعني ناقصة وأنها أول دورة. يعني أول صعوبات هي الحرارة. نعم ساعة الرابعة تاع العشية ولا في عز الصيف شهر جويلية، يعني تروح تنظم قبل ما يجي ليزيكيب توجد لهم الجو مهيئ يعني. مش حاجة سهلة صح. نعم. تلقاها 45 46 درجة والسمش فوق راسك، مش حاجة سهلة صح. نعم. كان مثلا قلة الماء. نعم. باش تبخلهم الأرضية باش يلعبوا على قلة الماء، كان شوي صعوبات بصح الحمد لله تجاوزناها والحمد لله. معنا فوتنا ما كان حتى إيكيب جات ولقيت كان نقصان ولا لقيت اللي يلحق الإيكيب باش يلعب الماتش تاع على الستة يلقى أمورها نظمة. نعم سيد زغوان، أكيد أنكم بعد ما الدورة اختتمت هذا الثلاثاء أو الأمس الثلاثاء، أكيد أنكم يعني بعد اختتام الدورة كانت لديكم يعني بعض النقائص ممكن يعني في دورات أخرى تتجنبوها، يعني بحكم أنك مسؤول في الدورة، يعني أهم يعني النقائص اللي كانت في الدورة اللي ممكن يعني تتجنبوها في دورات قادمة. كان هي نقائص مش ما كانش بصح نقدر نقول كانت قليلة. نعم كانت قليلة وقليلة جدا معناها. نعم. ممكن ما قريب نادرة معناها ما كانش. نعم
بالنسبه للناس يعني اللي وقفوا الايجابي اكثر من السلبي. الايجابي اكثر من السلبي وكيعود الايجابي اكثر من السلبي ما تقدرش تشبع يعني الحوايج يعني تعتبر بما انه الايجابي اكثر من السلبي تعتبر دوره ناجحه 100% الدوره هذه. نعم اعود اليكم سيد مدلل حتى يعني نضع المتابع الكريم في الصوره وعشاق كره الطائره بصفه خاصه كيف كانت صيغه المنافسه في هذه الدوره؟ اولا قبل كل شيء نستغل الفرصه هذه باش نعطيكم نبذه اولا على المرحوم لان المرحوم هذا انسان عزيز علينا مثلا الاصدقاء المرحوم وجمعيه حي النجار وابناء الحي بصفه عامه. المرحوم تاريخ الميلاد تاعه تولد في 21/2/1992 بولايه الواد. صغير السن اكيد صغير السن توفى في عمره 27 سنه المرحوم الله يرحمه. تاريخ الوفاه تاعه كان في 23/2/2020 الله يرحمه. بالمناسبة المرحوم هذا معناها لعب لعديد في الأندية في ولاية الواد. أول نادي مارس فيه كرة الطائرة اللي هو النادي اللي جمعنا احنا أصدقاء المرحوم هو نادي أولمبي الواد كرة الطائرة. بعد مرحلة رحنا للفريق راح لعب في فريق نادي الرياضي بلدية ورماس كرة الطائرة. المرحلة هذه دامت حوالي 10 سنوات. في خلال هذه المرحلة المرحوم انتقل إلى الفريق تاع الناحية العسكرية الرابعة. لمدة 4 سنوات كان مع الفريق العسكري في الناحية العسكرية الرابعة، ثم راح النادي باتنا، نادي ثنيت لعبت باتنا، لعب معهم موسم واحد، ثم رجع الفريق ورماس. هذه نبذة قصيرة عن المرحوم، ونستغل الفرصة نترحم عن والد المرحوم هذا بلال محمد كمال، والد تاعه. هذا الوالد تاعه كان معلم تاعي، درسني في المرحله الابتدائيه. نعم. الوالد تاعه درسني في السنه على ما اظن السنه الخامسه. توفى حتى هو. توفى الوالد تاعه توفى في 3 ديسمبر 2008 الوالد تاعه. هذا نستغل الفرصه معناها نترحم على روح الوالد تاعه هذا بلال محمد كمال معروف في حي الاصنام. حي الاصنام راه كان يلعب في فريق الطروازاس. نعم. كان يلعب كره قدم الوالد. هذه معناها نبذه قصيره عن المرحوم. بالنسبه لصيغه المنافسه يعني صيغه المنافسه احنا اعتمدنا المنافسه على اعتمدنا على التصفيات مثلا الدور الاول. نعم. اللي تكون المنافسه تكونت من 4 مجموعات كل مجموعه فيها 3 افرقه. نعم. نروح نكملوا دور المجموعات ننتقلوا يتاهلوا مباشره الاول والثاني الى الدور الثاني اللي هو دور الربع النهائي. نعم. يتقابلوا يخرج لنا 8 فرق من 12 فريق يخرجوا 8 فرق في الدور الربع النهائي من بعد دور النصف النهائي من بعد مباشره المباراه الترتيبيه الثالثه والرابعه من بعد ننتقلوا الى المباراه النهائيه. بالنسبه للفائز بالدوره والمركز الثاني والفائز بالدوره هو فريق ورماس. ورماس نعم. المرتبه الثانيه هو فريق حي الرمال. المرتبه الثالثه هو فريق الدبيلة. نعم. الدبيلة واحد عندنا فريقين كان الدبيلة هناك واحد مقابلة ترتيبية يعني. أكيد مقابلة. نعم. ترتيبية. نعم. درناها قبل. نعم. قبل المقابلة النهائية أكيد. كما هو معروف يعني قبل النهائي. لأن في اليوم عندنا مباراتين احنا. نعم. احنا كل. نعم. يوم عندنا مباراتين. نعم. المرتبة الرابعة راحت الفريق ترجي تكسبت. نعم. بالنسبة للمنافسة هذه أولا احنا كي جينا نديروا الدورة هذه احنا حاولنا ان اكدنا ان المشاركين في هذه الدوره لازم يكونوا لاعبين ممارسين لكره الطائره. هذه النقطه الاولى اول شرط. حاليين او سابقين. حاليين او سابقين مهم يكونوا ممارسين للنشاط وعلى درايه بقوانين أكيد اللعبه اكيد لان رياضه كره الطائره رياضه راهي صعيبه راهي رياضه مش سهله مش اي واحد قادر يدير كره الطائره هي رياضه تقنيه كره نعم معذره مقاطعه سيد مدلل السؤال مطروح فقط يعني عندما نقول دوره رياضيه يعني الناس كل يجي في بالها دوره كره قدم يعني كره الطائره معليش كره الطائره ولكن بالخصوص كره الطائره على الرمال يعني الفكره يعني كيف جاتكم الفكره هذه يعني شوف هي هذه الفكره صحيح وتشوف يعني منطقه صحراويه ولكن الفكره يعني هي الفكره جديده من نوعها يعني لان احنا معروفين في ولايه الواد يتقام على الشواطئ يعني اكيد اكيد نعم. معروفين في ولايه الواد هنا ينظموا دائما دورات كره قدم. نعم. احنا جمعيه حي النجار هذه المؤطره لهذه الدوره ابت واصرت الا ان تخرج بشيء مميز وجديد شيء تتميز به يعني. شيء تتميز به معناها كنقولوا جمعيه حي النجار نقولوا اول دوره ولائيه في الكره الطائره على الرمال. نعم. معناها نعم. شيء مميز طبعا الاولى. نعم. كما لاحظتم عندنا صفحة تاع دورة. نعم. المرحوم. نعم. بلال عبد الفتاح لكرة الطائرة مركب حي 17 أكتوبر فيها كل موثقين فيها كل الصور كل النقل يعني على صفحة يعني جيدة جميلة يعني جدا. نعم. نعم. النقل المباشر للمباريات. نعم. صور تاع المباريات الحكام أي حاجة في الدورة راهي موثقة في صفحة المرحوم بلال دورة المرحوم بلال عبد الفتاح لكرة الطائرة. نعم. إذا نرجع للفكرة تاع هذه راي كاين عندنا لاعبين هنا اصدقاء المرحوم
مارسوا الكرة الطائرة الشاطئية في ولايات أخرى، راحوا شكلوا أفريقيا ولعبوا. إذا بالفكرة هذه إحنا عدنا الرمال وهم ما عدهمش الرمال ودروه، على إحنا على إحنا ما ندروهاش. إذا الفكرة هذه جات ودرناها ولاقت معناها نجاح، نجاح باهر جدا. معناها شفتوا تنظيم ياسر ناس وحضروا للمباراة النهائية، معناها جمهور غفير، معناها جمهور رياضي ما شاء الله. حاولنا أن اللجنة المنظمة للدورة حاولت أن واجتهدت كثيرا لإخراج هذه العرس، معناها عرس، هذا عرس جمعية حي النجارة. نعم. خرجتها في أبهى، في أبهى، في أبهى صورة وفي أبهى حلة. نشاطات ما شاء الله، تنظيم محكم، معناها من جميع النواحي. ولاحظتم ذلك والمشاهدين الكرام لاحظوا ذلك معنا. شكرا لكم سيدي. أعود إليكم سيد نغموش، بحكم أنكم يعني كاتب عام للدورة، أكيد يعني دورة مثل هكذا دورات تكون يعني المادة يعني ضرورة فيها لإنجاح مثل هكذا دورات. يعني كيف كان يعني الأمور المالية للدورة يعني حتى يعني تضمنوا نجاح هذه الدورة يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعية النجار الشعار تاعها ماهوش مكتوب، إنما هو العملي، هو دعم كل المبادرات الحسنة والطيبة. نعم. على غرار الدورة العام الماضي قمنا بدورة كرة القدم. نعم. كبادرة كنسخة تقوم بتنظيمها جمعية الأحياء، لأن يعني كما هو معروف أن الدورات تقوم بها أنتم نوادي. يعني للتذكير أن أنتم مسؤول على في حي النجار، يعني رئيس حي النجار. رئيس حي النجار. نعم. نعم. قلت لك بالنسبة لتنظيم الدورات ما هيش معروفة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، ما هيش معروفة أن اللجان الأحياء تقوم بتنظيم الدورات، لكن نعم. ارتأينا إلا أن تكون لجمعيات الأحياء بصفة عامة أنه دور فعال في جميع المجالات سواء نعم. الرياضية والثقافية ولا الدينية ولا أي شيء من ترفيهية. نعم. الأستاذ أكرم، محمد أكرم مدلل، هو أستاذ في الرياضة تربية بدنية، طرح الفكرة. نعم. كما قلت نحن سوف نرحب بكل المبادرات ونشجعها وندعمها كما نعم. أشرت للجانب المادي لجان أحياء. كيف استقطوا يعني أمر ليس بالنسبة للجان أحياء الجانب المادي تاعها منها ما هو معروف عند العام والخاص، ما عندها شيء مصدر مالي إلا من خلال التبرعات. نعم. سواء تبرعات مع التجار المساهمين بعض الإدارات على غرار مديرية الأوفياء للحي يعني. نعم. طبعا على غرار مديرية الشباب الرياضة لأنها في الجانب الرياضي اتصلنا. نعم. الحق دعمونا بعد ما قمنا بطلب. بالنسبة للجانب المادي نستغل الفرصة ونشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد. نعم. في هذه جنود الدورة الخفاء، جنود خفاء من جانب المادي طبعا. نعم. لأن هناك جنود خفاء في القوايري منظمين، هناك جنود ظاهرين وجنود خفاء. جنود خفاء. نعم. نعم. نلقي التحية بالنسبة للمساهمين. نعم. السيد أحمد دبار اللي راهم ساهم معنا في تحضير الجوائز. نعم. أيضا محلات سليماني ناني وطاهر. نعم. نشكرهم كما نشكر أحمد دبار، ونشكر أيضا محلات عبيد التسوق هذم ساهموا معنا. نعم. نشكرهم بارك الله فيهم، لأن لولا المساهمات ما كانتش باش تقوم بالنجاح الدورة هذه، ما يكونش ينجح. هذا من ناحية المساهمات المتعلقة بالجوائز. نعم. لكن كان هناك إمكانيات أخرى مادية أيضا متعلقة بالشباك. نعم. الأمور تاع التقنية الأخرى. نعم. المتعلقة بالدورة أو اللعبة متعلقة بالميدان يعني متعلقة بالمباراة. نعم. بصفة خاصة طبعا نشكر البطل تاعنا اللي هو أيقونة الدورة هذه. نعم. والأستاذ محمد أكرم مدلل. نعم. اللي هو سهر كبير، وحتى من ناحية العائلية أنا وياه على كل حال المنظمين كل شغل تنازلنا شوي عن بعض الحقوق العائلية. نعم. من أجل إنجاح هذه الدورة نشكره بالمناسبة، وكما أشكر أيضا المنظمين اللي يمثلهم زغوان سفيان. نعم. نشكرهم بارك الله فيهم، وهذه كما قلت بالنسبة للمبادرات هذه بإذن الله نشجع أي مبادرة سواء من الجانب الرياضي أي جانب.
وبالنسبه للجنه التحكيم يعني كيف الاختيار الحكام كيف كان في الدوره يعني؟ الاختيار الحكام طبعا هو اعلم بها الاستاذ اكرم، لكن اشير لان كان بعض الامور التقنيه ديما تتبع اهل الاختصاص. نعم. اتصل بهم اهم الاستاذ اكرم، كاين حكم ضيف من بلديه الرباح. نعم. وكاين من حي الاصنام الزغدي، يعني الاسم مش زغدي، غزالي، تمام، محمد غزالي، هذا حكام فيدراليين. نعم. حكام معروفين معنا في الكره الطائره في الولايه. نعم. وعلى مستوى الوطن حكام. نعم. فيدراليين معنا في الرابطه، ينتمون للرابطه الولائيه للكره الطائره. نعم. هذا تقريبا اكثر ما يحضرني الان بالنسبه للجانب المادي. نعم. اعود اليكم السيد مدلل على ذكر ما قال السيد ناموش فيما يخص التحكيم، يعني كنا تعطينا يعني اكيد تفصيليه كيف كان انتقاء الحكام يعني في هذا بالنسبه بما اني انا استاذ تربيه بدنيه ورياضيه. نعم. معناها عندي علاقات معناها مع الزملاء. هل كما الاستاذ الضيف محمد بشير هذا استاذ تربيه بدنيه في الليسي تاع كركوبيه في الرباح. نعم. هذا لو حكم فيدرالي في الكره الطائره. نعم. معروف معناها في مثل يحكم في البطولات الولائيه. نعم. بطولات جاويه، بطولات وطنيه. نعم. اتصلت به والحق الحمد لله استجاب للدعوه وجانا. عندنا ثاني حكم تام محمد الغزالي، هو ثاني حكم. نعم. فيدرالي متطوعين ثاني جماعه عاونونا وبارك الله فيهم، حكام فيدراليين وبالمساعده بحكام طاوله، ان كره الطائره كما تعرفوا الحكم الاول، وعندنا الحكم الثاني اللي يسير النقاط كمساعد يسير. عندنا الحكم زيز صلاح الدين والحكم غريسي فرحات، هذا ثاني عاونونا بارك الله فيهم يعطيهم الصحه ان شاء الله. مشكورين. نعم مشكورين. سيد زغوان، يعني فيما يخص يعني نحن نعرف انه لكي تنجح اي دوره مهما كانت يعني نوع الرياضه، كره يد، كره سله، كره طائره، كره القدم، لانجاح اي دوره يعني نتطرق الى الاعلام، التسويق الاعلامي، يعني كيف كان يعني للتسويق الاعلامي في دوره المرحوم بلال عبد الفتاح، خاصه انه الاعلام مهم لانجاح اي دوره يعني. والله الحاجه الاولى اللي خلتنا ننجحوا من ناحيه الاعلام. نعم. هي نديروا في لايف في كل ماتش بغض النظر على اللايف، يعني بصفة عامة كإعلام يعني. وزيد ثاني في نهار الافتتاح درنا جاتنا ياسر جهات من. نعم. من الجرائد ولا من إذاعة ولا يجوا يداروا لنا مقدمات وداروا. نعم. هذيك. نعم. اللي خلت الدورة زيد. نعم. تتعرف وزيد المجال تاعها دار تصدام أنا. نعم. فهمت كيفاش؟ نعم. شغل مش من جهة واحدة الإعلام، جاتنا بارك الله فيهم ياسر وسائل الإعلام حضروا الافتتاح تاع. نعم. هذه الدورة، ومن خلال هذه المساهمات عمت في الولاية هنا. نعم. لحقت حتى خارج الولاية، مش غير في الولاية الواحدة. قد صدى حتى خارج الولاية. أكيد أكيد. نعم. اتصلوا بها بعض الأطراف، معناها لاعبين من الجزائر العاصمة، لاعبين من سطيف، لاعبين من جلفة، لاعبين من غردايا. نعم. من تقرت. نعم. اتصلوا بها حبوا يشاركوا معنا. صح. اتصلوا بها معنا متأخرين معنا. نعم. معنا اتصلوا بها بعد. نعم. انطلاق الدورة. نعم. نعم. احنا كجمعية حي النزار أولا وكمنظمين كمسؤول أول عن لجنة التنظيم وكمنظمين عامين للدورة، الطموح تاعنا هنا من خلال بعد انتهاء هذه الدورة راهو زاد جدا. أنا كبر الطموح كما يقال الشهية تأتي مع الأكل يعني. أكيد 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 الطموح راهو كبر وزاد مع الاتصال كما. نعم. كان يقول الأستاذ مع الاتصال تاع لي جوار من ياسر ولايات. نعم. تبدل التخمام، لو كان تخمام غير ولائي عاد تخمام. لا وحتى انتم يعني بعد ما الانسان قبل مثلا ما يقوي يدير الدوره الاولى يكون يعني خايف شويه، لما تكونوا يعني تقتحموا الميدان يعني تكون حتى الخوف يتنحى لكم يعني، وتعودوا تستفيدوا من اخطائكم لانجاح هذه في دورات اخرى يعني. نعم. ابقى معكم دائما سيد مدلل. في الكثير يعني في هذا البلاطو كنت استضفت كثير يعني من الرياضات، مسؤولين في الرياضات الجماعية دائما يقول لك يعني بالنسبة للتمويل المالي لما نجدوا يعني السلطات أو رجال الأعمال يقول لك أنا مثلا لما نحط الدراهم تاعي يعني في الأشياء الرياضية وش حنا نستفيد يعني، كيف ترى هذا الطرح يعني؟ والله عندهم فكره يعني وكانه الدراهم حطوها غير في المساجد فقط بناء مسجد يعني. والرياضه شيء مهم في شغل وقت فراغ للشباب. يعني
احنا بحكم يعني بحكم ان ممارسين الرياضه نعم. بدرجه اولى نعم. بحكم ان اساتذه معنا مؤطرين للتلاميذ مثلا في ماده التربيه البدنيه والرياضيه، بحكم مثلا النظره تاعنا لابناء الحي ودار الشباب خاصه نعم. كي واحد مثلا انسان حب يبادر مثلا ومثلا يرعى مثلا نشاط رياضي، او من الافضل ان يرعى نشاط رياضي ولا الاولاد هذاكم اللي كانوا باش يمارسوا النشاط يروحوا لاشياء اخرى؟ من الافضل ان الاموال تاعه يحطها في مثلا في نشأ صالح، يخرج نشأ صالح، يخرج رياضي، يخرج موهبه يعني. نعم. يشغل وقت الفراغ خاصه مع كثره الافات يعني. اكيد اكيد نعم. خاصه مع كثره الافات هذه اللي راهي في بلادنا هذه، نسال الله العافيه ونسال الله نعم. السلامه نعم. كنت يعني كنت قد تجاوبني اكثر على سؤالي فيما يخص هذا الطرح، يعني انه يشوف لما يحط امواله يعني في استثمار رياضي وكانه يبذر في امواله يعني. لا لا مش نشوف انا بالعكس نشوف هو يعني سبل الخير هو عنده هو بلك الا هو بلك يشوفها من ناحيه بس الرياضيين مثلا كي دعمهم واحد بالعكس النشاط تاعهم يزيد وطموحهم يكبر. نعم. بس انت كي معناها كي الرياضي مثلا يجيك ويقول لك دعمني وعاونني معناها ما تستجيبش مثلا الدعوه تاع الرياضي، هذاك قادر يفشل ويتكسر ومعناها ويحبس النشاط. نعم. ايهما الافضل، انا رياضي يواصل في ممارسه النشاط ولا رياضي يتوقف عن ممارسه النشاط ويروح الافات الاجتماعيه؟ نعم. نعم. الافضل انا يمارس الرياضي النشاط ويواصل في الطموح تاعه ولكن يجتهد يلحق حتى المصاف مثلا الرياضيين النخبه الكبار. نعم. نعم. سيد نغموش أعود إليكم، يعني كما يقال بعد نجاح هذه الدورة كما يقال يعني الشهية تأتي من الأكل، أكيد أن المسؤولية الآن زادت على عاتقكم يعني لإقامة الدورات يعني ولمحاولة إنجاحها أيضا، هل لديكم يعني بالتنسيق مع السيد مدلل والسيد زغوان وبقية الأعضاء في الدورة، هل لديكم استراتيجية عمل في ظل الظروف الراهنة يعني والوضعية يعني ما نقولوش هكا يعني المتاح بما متاعتكم، هل لديكم استراتيجية عمل إقامة دورات أخرى في المستقبل وتطويرها أكثر؟ بالنسبة لدورات كدورات كاملة عدنا بإذن الله بعد نعم. عيد الإضحى المبارك نعم. عدنا دورة في كرة القدم لأن نعم. شغل نسخة ثانية تابع نعم. النسخة الأولى، لكن حبيت نعقب عن الأستاذ أكرم بخصوص الممولين نعم. هذا نعم. هل هو كيمد الدعم التاعة وكذا وشي يستفيد؟ نعم. كما قلنا المساهمات ما تكونش الا على الفقراء والمحتاجين، هو وكذلك هو في الفكر تاعو كما هكا يعني كان نمد دراهمي ما واش نستفيد معناها المساهمات تاعه، لان تو كان خاصه في الدورات الرياضيه نعم. عنده زوز فوائد نعم. يستفاد منها، اول حاجه الاجر نعم. النية تاعه انه يساهم في الخير، لان تو شبابنا والاطفال تاعنا في المناسبات الرياضيه معناها ان نجنبوهم يسموا فيه الآثار الاجتماعية اللي راهي متمثلة في الآفات الاجتماعية نعم. على غرار المخدرات وكذا نعم. معناها كي تحل أنت فضاء مناسب معناها يلقى وين يحط وقته وقته يعني. يكون مفرجي معناها بغض النظر عن الجدول اللي راهو دايره هو لحياته نعم. بالنسبة لأولاده هذه بالنسبة للمساهمات راهي عندها أجر أول حاجة عند ربي سبحانه عز وجل نعم. وفي واثنين عنده لأن تو التجار خاصة التجار الكبار معناها ماذا بيه ديما يميل إشهار إشهار معناها تو احنا عدنا نزيد ندير عملية إشهار لسليماني وكل عاد معناها ماذا بيهم ديما يشهروا، احنا اللي عنده نية باش يؤجر هو بإذن الله ربي يتقبل منه، واللي عنده نية على الأجر ما يحوش على الإشهار أنا قلنا أكيد. لكن احنا هو نحاولوا من جهتين نعم. عندك الأجر وعندك أيضا الإشهار نعم. يعني نشهروك عادي مش مشكلة، لكن الهدف الأسمى اللي راوك احنا كجمعية عندنا برنامج سنوي كل عام ممكن كان أشياء تتكرر وكان حوايج يتم تحديثها من بينها أنه البرامج هذه الرياضية باش معناها نقضي على الأفات الاجتماعية قد تكون تمس أطفالنا وشبابنا وكل شيء، وفي نفس الوقت معناها تكون كان حركية في البرنامج تاعنا. وبالنسبه للدعم راهو ماهوش يقول ما يخممش راهو وين باش تروح الاموال تاعي. بالنسبه نرجع للاستراتيجيه اللي رانا دارينها بخصوص الدوره ككره الطائره على الرمال نتمنى اللي راهم متابعينا اللي راهم قادرين يدعمونا نسخه ثانيه للعام المقبل نطوروها وتكون لما لا دوره ولائيه او قد تكون حتى وطنيه. الحمد لله الرمال عندنا متاح، علاش ما نستغلوهاش؟ لانها تمس جانبين، اول حاجه الجانب السياحي لان كما هو معروف في الدورات وفي الالعاب الرياضيه كل عندها كان جانب سياحي وكان جانب اقتصادي
بغض النظر عن الجانب الاجتماعي. جانب اجتماعي لأن الرياضة وكأنها تمس عدة قطاعات، قطاع سياحي، قطاع اجتماعي، قطاع اقتصادي، وكذلك حتى سياسي ولا لا. معناها هني نادي أي واحد قدر يدعمنا في البرنامج تاعنا إن شاء الله يتصل بنا كجمعية حي، جمعية حي النجار. أيضا من ناحية المكان اللي أقمنا فيه الدورة، سواء دورة تاع كرة اليد أو كرة الطائرة، نتمنى نزيد النداء تاعي للوالي، السيد الوالي، لأن بالنسبة لمدير دار الشباب حي 17 أكتوبر، أنا حسب المعلومات اللي أخذناها من عنده أنه كاين برنامج في إعادة تهيئة الملعب وتهيئة الساحة الموجودة في دار الشباب. قال راي على مستوى الولاية راي وصلت من المشروع تاعها مواصل، لكن تجسيدها في أرض الواقع ما تلمسنا حتى شيء. كان الشباب تاعنا اللي راهو باش مقبل على تنظيم الدورة قال ما نقدروش ننظموها في الملعب في الحالة تاع الحالية. معناها لكن واش قلنا احنا ان الهدف تاعنا هو ان الشباب تاعنا واطفال تاعنا ما يروحوش شيء، لازمنا برنامج، لازمنا باش نمشوا بالامكانيات المتاحه، لكن في نفس الوقت راني صوتي لازم باش نوصل للمسؤول، وان شاء الله لما لا يكون مباشره ان شاء الله انا عندنا برنامج ان شاء الله بعد العيد باش نتصلوا به مباشره لتفعيل، لكن في نفس الوقت مشينا باش نتوقفوا عن تنظيم الدوره بالامكانيات المتاحه. وكان مثلا نوع الليبار تاع الاصطاد مكسره، كان متطوعين باش يقوموا بترميمها بالامكانيات المتاحه، وان شاء الله تكون الدوره ناجحه. لكن ماذا بينا العمليه، لان هذا مش باش يجي احد المساهمين ولا الممولين باش هذه امور تاع دوله، هذه معناها تقدر عنها الدوله امكانيه تتاحه، ماذا بينا تتجسد وتكون تهيئ، لانها تعتبر كنز بالنسبه لنا احنا كحي نجار وكجمعيه حي، انها كنز اننا نستغله احسن استغلال في استقطاب الشباب تاعنا لكي لا نعاني من الافات الاجتماعيه اللي رانا نلاحظوا فيها. شبابنا يلعب في الشوارع مش لاقي وين يلعب، لان تو كي نحكي لك عن نفسي انا مثلا ندخل ولدي النادي، ندخله في مثلا مدرسه قرانيه، ندخله في احد الالعاب تاع المصارعه او شيء، لكن هذه تحتاج الى اموال. مش كل العائلات معناها باش تقدر باش تقدر الشيء هذا، خاصه كذا اللي عنده عده منها اولاد معناها مش يقدر يدخلهم كامل. اذا هذا الفضاء اللي هو متمثل في دار الشباب هذا نحاولوا احنا كجمعيه نستغله باش نستقطب هالفئات هذه وين اللي مش قادره، وطبعا بالمساهمات تاع الممولين تاعنا ان شاء الله. نعم، اعود اليكم سيد، شكرا لكم سيد نغموش على كل هذه التوضيحات. اعود اليكم سيد زغوان، حتى لكي تنجح مثل هكذا الدورات على مستوى الولائي يعني حتى على مستوى الجنوب الشرقي يلزمها يعني الاعلام يلعب دوره بطريقه جيده، يعني كيف يتم تسويق لمثل هكذا الدورات اعلاميا؟ والله باش تنجح حتى تتعدى حدود الولايه يعني صح، مش تنجح من ناحيه الاعلام اللي كما قلت لك معناها اللي حبيت الدرجه الوطنيه سمعوا بها وطنيا سمعوا بها الدوره هذه ليس على مستوى جنوب الشرق، على الوطن وطنيا. عندنا اصدقاء مثلا في وهران ولا في عيطونا قالوا لنا باللي ما شاء الله دوره منظمه معناها لاقت استحسان يعني اعلاميا راهي ما شاء الله. وهو الاعلام يلعب الدور الهام باش تنجح الدوره، هو اعلام اعلاميا باش تنجح الدوره لازمك تخليها الناس تلحق تشوف الدوره هذه كيفاش راهي دايره، تنظيم محكم للأفريقة هذه من جانب الاعلام يخلي الناس مثلا كما لي الماتش الاول ما كانش كما الماتش الثاني، وني رايح راح يزيد الجمهور تاعنا هذا راجع للاعلام فيسبوك ولا رايح للباجه تاع دوره فتحي مع فتحي بلال بشوي بشوي بدات تكبر الحي تاع هذه الدوره. وهذا راجع للاعلام، الاعلام يخلي الصوره تاعها تكبر حتى لحقت الدرجه ما كناش نستنوا الجمهور اللي جانا في النهار النهائي. جمهور غفير معناها نوعيه الجمهور كمنظم ونشوفه في الجمهور اللي شفته في النهائي جمهور كبير ما شاء الله. وهذا راجع كما قلت لك راجع للاعلام.
سيد مدلل، بحكم أنكم أستاذ تربية بدنية، أكيد أنكم لديكم استراتيجية عمل مثلا على مستوى أنتم في الإكمالية. أكيد. نعم، على مستوى الإكماليات وحتى بالتنسيق مع الزملاء على مستوى الثانويات لاكتشاف الكثير من المواهب يعني، والتسويق لهم يعني. أكيد وهي فرصة أكيد يعني، حتى كي يشاركوا في دورة مثل هكا يعني. لا أكيد، بالنسبة للرياضة المدرسية هي الخزان يعني. الرياضة المدرسية معروف أنها هي خزان المواهب الرياضية، معناها في مختلف الرياضات ومختلف الأشياء. نرجع للمؤسسة، لها دور هام جدا، هام 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 جدا، وأستاذ التربية البدنية بصفة خاصة له دور هام جدا في اكتشاف المواهب الرياضية. إذا ما اكتشفناش التلميذ في المدرسة ما قدوش نوجهه للنادي. إذا النقطة الأولى لاكتشاف المواهب الرياضية هو المؤسسة. من المؤسسة الأستاذ التربية البدنية يوجه التلميذ إلى النشاط معني الموهوب فيه التلميذ، نوجهه. وما الاستراتيجية المستخدمة معنا في 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 مادة مثلا التربية البدنية والرياضية؟ عندنا مفتشين، عندنا مفتشين يديرون دورات تكوينية في كل مرحلة، معناها يديرون دورات تكوينية خاصة بكل نشاط. نعم، مثلا دورة مثلا في مارس يديرون مثلا نشاط السرعة، مثلا نشاط القفز الطويل مثلا. نعم، نبدلوا النشاط افريل ولا ما يديرون نشاط واحد اخر، جان في فيفري يديرون نشاط واحد اخر، لان كما يعلم الجميع الانشطة الممارسة في المؤسسة التعليمية. نعم، اللي هي انشطة فردية وانشطة جماعية. الانشطة الفردية تتمثل في السرعة والقفز الطويل ودفع الجلة. دفع الجلة هذه في جائحة كورونا هذه نحاها، لأن فيها لمس الكرات كذا، احتكاك احتكاك على الكرات نحاها. بالنسبة للأنشطة الجماعية يمارسوا التلاميذ في المؤسسة، يمارسوا الكرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد. نعم، معناها مع مختلف الفصول يمارس التلميذ نشاط جماعي ونشاط فردي. نعم، مع كل فصل يمارس فيه نشاط جماعي ونشاط فردي. نعم، إذا أنت كي تكتشف أستاذ كأستاذ تربية بدنية تشوف تلميذ، تلاحظ، لأن الأستاذ دقيق جدا في الملاحظة، خاصة أستاذ التربية البدنية. نعم، معناها دقيق جدا في الملاحظة، يلاحظه بشكل معناها كبير جدا. نعم، هو اللي يوجه التلميذ إلى النوادي ويطرح مثلا انشغال التلميذ. التلميذ راه يجي يتحدث يقول لك حاب نشارك، حاب نلعب، يقول لك ما لقيتش نادي. مثال كيما مثلا قال دفع الجلة مثلا، كاش كما العاب قوام، ما كان رياضات ما زلت هاوية، ما عندهاش النوادي مهيكلة يعني. كان تلميذ يجيك يقول لك شيخنا حاب ندير دفع الجلة، يجيك تلميذ اخر يقول لك انا حاب نلعب كره طائره يعني، ما يكونش محظوظه الرياضه اللي يحبها، ما تكونش سيزون شويه ناقص في احنا كيما معروف في كيما معروف في الجزائر عامه ان الرياضه الشعبيه هي كره قدم. وحنا صراحه إن يعني السلبيه اللي فينا كره قدم وفقط يعني، كره قدم تخرجوا من كره قدم. بصح في مؤخرا مثلا كيما الواد راهي عندها باع كبير في الكره الطايره. نعم، كره الطايره راهي عندها فريق اولمبي الواد يمثلها في القسم الوطني الاول باء، عندها. نعم، فريق ورماس يمثل ثاني يعني. نوجه تحيه من المنبر للسيد لبزه سعيد يعني. نوجه تحيه رئيس فريق اولمبي الواد. نوجه تحيه للسيد لبزه رزاق، هذا قرانا. نعم، بكري في. نعم، في المتوسطه. نعم، هو اللي وجهنا الكره الطايره. هنا. نعم، نرجع لدور استاذ التربيه البدنيه، هذا وجهنا الكره الطايره. احنا الميول تاعنا كان كره قدم. نعم، بينما كشافنا نلعب ومارسنا كره طايره اكتشف فينا الموهبة هذيك ووجهنا للكرة الطائرة. لعبنا احنا كأصدقاء المرحوم، هذه مجموعة كبيرة. نعم، من أصدقاء. نعم، المرحوم. لعبنا الكرة الطائرة بفضل أستاذ لبزة أول مرة، ومن بعد غيرنا النادي، رحنا للفريق النادي الرياضي بهدي سماس. بالمناسبة نشكر مدرب. نعم، زيدان أبو بكر معنا. نعم، لمدة 10 سنوات احنا في النادي الرياضي بهدي سماس. أنا كنا لاعبين صراحة، أنا لاعب وشيخ زغوان ثاني. نعم، لاعب. نعم، معناها نجاح الدورة لازم يكون مؤطرين، معناها يفهموا النشاط أول نقطة، من أهل الميدان يعني. من أهل الميدان. ثاني نقطة، الممارسين للمشاركين في الدورة لازم يكونوا من أهل الميدان، إن كرة الطائرة رياضة تقنية مش أي واحد يديرها، لازم يكون يعرفها ولعبها. مش يقدر تعتمد على الرشاقة يعني. أكيد الرشاقة هي أصلا جوار اللي يلعبها في الصالة ويلعبها في الرمل، اختلاف كبير. مش كيف فيزيك مو أقوى الرملة في الثقيلة. معناها راي دخلت حاجة جديدة. نعم، الرمل معناها والقفز ثاني. نعم، الصون
هذا كيلعب دور كبير في كرة الطائرة. نعم. يعني لأن كرة الطائرة هي رياضة بدنية. هي قوة الارتقاء يعني. الارتقاء مش سام في مثلا هي نعم. جمالية الكرة الطائرة في الارتقاء الصد السحق جمالية نعم. كرة الطائرة. كرة الطائرة إذا يعني إذا ما كنتش غارت يعني تعتمد على الاستقبال لما يكون الاستقبال. أول كرة. أول كرة كيف تبدأ الكرة الطائرة تبدأ بالإرسال أول حاجة. لا لما يكون لما الخصم يدي لك إرسال لما يكون الاستقبال. ما يكونش الاستقبال مليح ما تمشي حتى. حتى حاجة. لازم يكون عندك استقبال مليح لازم يكون عندك موزع يمرر مليح لازم يكون عندك مهاجم يطاكي مليح لازم يكون عندك مثلا لاعب يدافع مليح لازم يكون واحد يدير صد مليح مش تمشي كرة طائرة رياضة كرة طائرة رياضة ممتعة جدا كاين الناس تقول رياضة كرة طائرة هي صعيبة وكذا بس بالنسبة اللي يمارس كرة طائرة ممتعة رياضة راهي ممتعة وممتعة جدا معناها مارسناها احنا منذ الصغر معناها شوفنا كرة قدم بس احنا نجد متعة في كرة طائرة واحد ميول رياضي اخر يجد متعة في كرة قدم واحد اخر يجد متعة في كرة يد كل واحد عنده الميول تاعه كل واحد عنده ابقى معكم دائما سيد مدلل اكيد انكم لما تتطوروا اكثر في مثل هكذا دورات ومع ربط يعني علاقات مع مسؤولين حتى على المستوى الولايات الاخرى اكيد انه التسويق للمواهب يكون بطريقة اسهل يعني مثلا لما لا ايصال مواهب في فئة صغرى الى العاصمة مثلا يعني فريق مدينة الجزائر او فرق في الشرق اهلي برج بوعري برج ارجب اهلي برج بوعريج فرق يعني اللي عندها باع في القسم الاول كما احنا الكرة الطائرة معناها اللاعبين ما عندناش هكا لاعبين يخرجوا عندنا لاعبين هنا في ولاية الوادي يمثلوا مثلا كما اسلام غنايم مثل المنتخب الوطني في الفئات الشبانية الصغرى كادير مينيم كادير المرحوم ثاني يمثل المنتخب الوطني في اختيار في الانتقاء سيليكسيون تاع المنتخب الوطني مرتين المرحوم بلال عبد الفتاح اختيار مره في جيجل ومره في قسنطينه مرتين ثاني اسلام غنيم هذا من حسي خليفه هذا يمثل نادي المليه حاليا يلعب يعني في نادي المليه القسم الوطني الاول نادي المليه من حسي خليفه عندنا كذلك لاعبين خرجوا بالك ما سعفهمش الحظ وكذا بس حل بالنسبه لعلاقاتنا مع معناها النوادي اللي قريبه منا قال بسكرة جهويين كاين لاعبين من بسكرة يجون هنا كاين لاعبين ياسر مثلا ورماس عندها لاعبين من وليد بسكرة عندها لاعبين من تقرت عندها من لمدية من مثلا كيف باتنا اولمبي الواد ثاني عندها لاعبين مختلف نعم. هنا لاعبين ما كانش العدد الكبير معناها نقولوا لاعبين خرجوا بصح من خلال مثلا رؤساء النوادي مش مثلا نداء لرؤساء النوادي ان اللاعبين الموهوبين كما عندنا احسن لاعب في الدوره هذه لشهب فارس لاعب معنا من طراز عالي يعني قادر الدوره مثل هكذا دوره تكتشف مواهب تبعثها حتى الفريق الوطني لما يكون في صنف أكيد. جينيور او صنف عندنا احسن لاعب في الدوره تاع دوره المرحوم بلعبد الفتاح لشهب فارس هذا لاعب في فريق نادي الرياضي بلدي تورماس هذا لاعب موهوب وموهوب جدا لاعب من طراز عالي معناتها لو كان مثلا ترجعوا في اي مركز هذا اللاعب مهاجم يلعب مهاجم. يلعب معناها باريحيه كبيره معناها المستوى تاعه معناها وكانه له باع له باع طويل في هذه اللعبه لا برغم انه صغير في العمر معناها مازال شاب صغير بس مستواه ما شاء الله معناها قادرين المشاهدين الكرام ما يرجعوا مثلا للمنشورات الصفحه يرجعوا يشاهدوا مثلا مهارات هذا اللاعب لاعب موهوب ولكن المشكله السيد مدلل ممكن حتى السيد زغوان والسيد نغموش يشاركونا يعني في الطرح هذا على المستوى الاوروبي مثلا اكتشاف الموهبة يكون على المرحلة الابتدائية للاعب يعني للطفل عندما يكون 5 سنوات أو 6 سنوات يكتشفوا فيه الموهبة ويطوروه يعني منذ صنف الكتاكيت إلى صنف الأكابر احنا مثلا لما يكون الطفل في الطور الإكمالي عمره 13 ولا 12 يعني فاتته أشياء كثيرة يعني على مستوى الابتدائيات مثلا ولا الاخ سيد نغموش على المستوى الابتدائيه غياب المنشات يعني لما الطفل يعني عندما يلقى وحتى في المتوسط والثانوي ما يلقاش المنشات اللازمه فيما بالابتدائي غياب تام غياب تام يعني غياب تام للتخصص يعني استاذ رياضه على المستوى الابتدائي غياب للمنشات يعني هذا ما لا نقول هذا عامل لعدم اكتشاف الموهبه ولكن للتاخر في اكتشاف الموهبه كيف تروا هذا الطرح تفضل سيدي بالنسبه للمرحله هذا طرح مهم يعني صح. اكيد بالنسبه للمرحله العمريه في المرحله الابتدائيه
حق التلميذ في الرياضة مهضوم لدرجة كبيرة. مهضوم. سواء من ناحية الحجم الساعي المخصص له. نعم. سواء من الأستاذ المتخصص في الميدان. التلميذ يكون عنده كبت يعني ما. معناها تم هضم حقه من ثلاثة نواحي. نعم. من ناحية نعم. منشآت غير مهيئة، لأن كما هو معلوم أن تسيير مؤسسات تربوية موكل للبلديات. نعم. البلديات. نعم. إن شاء الله هنتمنى القوانين الجديدة. وهذا المشكل اللي أرق الابتدائيات يعني. نعم. ممكن هذا. من ناحية نعم. الإمكانيات ومن ناحية المرافق المتخصصة في الرياضة والأستاذ المتخصص موش موجود لأن نعم. أنا أستاذ في الابتدائي معناها ممكن له جميع المواد. نعم. والرياضة لازم إنسان يعني متخصص. يعني بوليفالون يقرأ كل شيء. هنا يعني كان بعض المواد تحتاج إلى تخصص نوع نعم. الرياضة ولا التربية الفنية. هذه من الزوز مواد هذا مره يحتاجوا نعم. لاهل الاختصاص نعم. مش قادرنا تو مش الاساتذه كل يتقنوا ممكن تلقى بعض الاساتذه يجتهدوا كاجتهاد شخصي مشكل اهل الاختصاص اكيد يعني. نعم. وفي نفس الوقت من ناحيه التوقيت الزمني 45 دقيقه يعني ضغط كبير يعني كان. وحتى الحيز يعني تاع المواد كثير ما كاش وقت للرياضه يعني وفي نفس الوقت حتى تو يعني كاساتذه لان هذا شيء موجود ما انا لا ما نقدرش نخفوه ان كاستاذ الابتدائي ديما نشوف المواد العلميه نوع الرياضيات ولا العربيه اهم من الرياضه هي لا من الامور الرياضه عندها جانب لكن نعم نعم. بسبب اكتظاظ الدروس وضيق الوقت ديما نستغل في الوقت تاعها نعم نعم. لصالح المواد الاخرى معناها هذه الحق تاع التلميذ لازمته يتجسد في الواقع باول حاجه تخصيص الوقت الزمني المناسب باش يتم اكتشاف الموهبه تاع نعم. التلاميذ نعم. وفي نفس الوقت لازمته استاذ متخصص في المجال نعم. الرياضي وكذلك بغض النظر عن التموين والمرافق العامه نعم تفضل سيدي كلمه اخرى التلميذ كيعود غير القرايه يكره شغل يساتوري من جانب واحد يعني بصح كي دير له تربيه بدنيه يرو لا وتخليه ينجح حتى في الميدان تاع القرايه يعني عندما يدخل يبدل شويه نعم. تكسر له الروتين تاع نعم. نعم. يرجع بنفس اخر صح يعني. وتقضي عنا تسرب المدرسه نعم لان توكين تلاميذ يهرب من المدرسه من الملل ديما قرا نعم. روتين قرأ. روتين كاين اللي يهرب باش يدير سبور نعم. باش يروح للملعب ولا يروح لدار نعم. شباب ولا نعم. كاين يهرب المدرسه باش يروح للملعب نعم. صح انت كدير له في الساعه ولا في تربيه بدنيه ما عادش يهرب لك من نعم تفضل تكمله لما جاء بالملعب بالنسبه لي انا كاطار معناها تربيه نعم. رياضيه عندي مثلا فكره واش راهو صاير حاليا نعم نعم حاليا راهو كاين دراسه آه اكيد نعم. كاين دراسه باش يوفروا استاذ تربيه بدنيه في المرحله الابتدائيه كيما وفروا لهم المراقب كيما نقولوا احنا المراقب وفروا لهم في المشرف التربوي وفروا لهم بالنسبه احنا بهذه المناسبه معناها معنا نقول للرابطه الرياضيه الرياضه المدرسيه اللي تاثر في مختلف النشاطات في المرحله الابتدائيه يعني نقولوا كي نقول نشاطات في المرحله الابتدائيه معناها نقصد رياضه الكيدز كاين رياضه يسموها رياضه الكيدز هذه رياضه الكيدز هذه فيها مجموعه من انواع الرياضات بالك ما تكونش في المؤسسه الابتدائيه كل وحتى الكيدس سيد مدلل معذره على المقاطعه وحتى الكيدس يعني مستحيل تقدر تفرض الكيدس على مستوى الابتدائي وغياب المنشات وغياب التخصص يعني كما قال الاخ نغموش استاذ عربي مش حيقدر يقابل كلش يعني وغياب المنشات الكيس ما يجيش هكذا يعني لازم توفر له كاين سياسه كاين المفتش النجعي عبد القادر المفتش معروف نعم نعم مفتش الرياضيه الرياضيه المدرسيه الرياضه المدرسيه راهم يديروا في دورات تكوينيه للمعلمين نعم ومشكور على الجهود اللي يقوم بها جهود جباره جدا معناها يروح لدوار الماء الطالب العربي جامعه المغير معناها ياثروا ثاني اساتذه التربيه البدنيه هم اللي ياثروا راح يعلموا مثلا في 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 قال يعلموا المدرسين تاع الابتدائيه نشاط الكيدز كيفاه اولا نشاط كيز قلنا يتكون من مجموعه من الرياضيات من الرياضات رياضات نعم. اللي فيها رمي الكره الطبيه رمي الرمح رمي الكره الطبيه نعم. القفز قفز من الثبات فيها الجري وتجاوز الحواجز نعم معناها نعم. فيها رمي ثاني السهم نعم نعم معناها رمي الرمح نعم. مختلف هذه الرياضات دورات عديدة تكوينية داروها الأساتذة التربية التعليم الابتدائي والإمكانيات كان اتفاقية بين أنا ما أظن بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة مؤخرا داروها مؤخرا هذه
باش يدعموا الابتدائيات. كل ولايه يدعموا خمسه على ما اظن، خمسه ابتدائيات يدعموها بالوسائل. بلدية سواز 70 ابتدائيه خمسة. لا راح يدعموا هي مبدئيا، يعني قلنا مبدئيا راح يدعموا الابتدائيات بالوسائل هذه اللي يمارسوا بها رياضه الكيدز. وكاين بطوله، راهي بطوله ولائيه للرياضه المدرسيه تشرف عليها هذه الرابطه، تشرف عليها الرابطه ويديروا. انا واحد من الناس نحكم معناها في رياضه الكيدز، نروح ونشوف ويجون الاولاد. كاين ابتدائيه خضير خليفه معروفه معنا برياضه الكيدز، ديما تحصل للمراتب الاولى على المستوى الوطني. خضير خليفه هذه ابتدائيه خضير خليفه، نعم صح. قديمه ديما الخمسه من 70 حاجه قليله جدا كثير يعني صح. معناها كمرحله اوليه خمسة ومن بعد خمسة ومن بعد خمسة بعد تبدأ بشوي بشوي. نعم نعم شكرا نسيم. ده السيد زغوان، يعني حتى عندما نقول يعني اكتشاف الموهبة لدى الطفل منذ الابتدائي، يعني مع احترامي هناك جانب آخر، يعني مع احترامي لكل الأولياء، حتى عقلية الأولياء يعني يرى أن ولده لما يمارس الرياضة وكأنه يضيع في وقته، يضيع في وقته. ما هي أنا ولدي يهتم غير بمواد أساسية، رياضيات، لغة فرنسية مثلا، ولما حتى لما جي كشف نقاط، لما يلقى ولده مثلا متفوق في الرياضه ما يعطيهاش اهتمام، يعني يركز له مثلا، يركز له على الرياضيات. صحيح من حقه ان يركز له على المواد الاساسيه، ولكن احيانا الطفل تلقى عنده قدره في الرياضه. يعني كيف ترى يعني هذا الطرح؟ كثير من الاولياء يشوف ولده يضيع في وقته في الرياضه. يعني كاين مع احترامي طبعا الاولياء، يعني الفكره تاع الاولياء القدامى كان يشبع في الفكره هذه، وانا باللي الطفل كي يمارس الرياضه باللي راح ينحرف ويخلي القرايه تاعه. وهي لا، هي بصح الظاهر هذه تبدلت. الأولياء نشبحوا فيهم في دار الشباب، يجيب أولاده يلعبهم في دار الشباب. كان تغير الذهنيات، كان تغير، كان اختلاف، بدأت الناس تتوعى. بدأت الناس تتوعى باللي الولد تاعو يكون يلعب سبور راح يفيتي الآفات الاجتماعية. راح مثلا كان ياسر حواجي راح يعني يبعد عنها. يعني كثرة الآفات الاجتماعية ربا ضرها نفع، يعني فاق الولي يعني ولده لازم يعمر وقت الفراغ بأي طريقة. يعني هو ذاك الآفات الاجتماعية تخلي له الفراغ. الطفل القراية القراية الفراغ هو الفراغ، يعني معذرة على المقاطعة، هو الفراغ بغض النظر على الطفل يعني الصغير، هو الفراغ مهدم حتى للإنسان الكبير. يعني الفراغ ما عدو الإنسان حتى الكبير، مش لازم يكون صغير. يعني الحمد لله في سنين الأخرى عدنا نشبحوا كان أولياء يجيبوا أولادهم باش يرافقوهم يتابعوهم. نعم يسجلوهم في نوادي، كما رانا نلاحظوا في دار الشباب في حي 17 أكتوبر نشبحوا في أولياء يجيبوا أولادهم باش يمارسوا الكونفو ولا شيء مبشر بالخير. يعني كاين ولا تروح للسطات تشبح ولي جايب حتى هو ولده يشوفه في المقابله، يعني يتفرج معاه في الصطاد. هذه حاجه مليحه هذه. نعم خير ما يشوفها في الصطاد، خير ما يشوفها مش عارف في بلاصه واحده اخرى. معناها وكذلك تشوف الحاله كيفاش تعيش تعجب. نعم شكرا سيدي. سيد نغموش، اعود الى دوره كره الطائره على الرمال للمرحوم بلال عبد الفتاح رحمه الله عليه. في الدورات القادمه مثلا، اذا لما يعني المتابع الكريم يعني المحب لهذه الرياضه ومحب لمثل هكذا دورات يطرح سؤال مثلا، لما الدعم المالي ما يكونش بطريقه كافيه، يعني هل لديكم يعني خطط بديله لإخراج يعني مثل هكذا دورات إلى نبر الأمان وتنجحوا بها حتى يكون الدعم المالي قليل؟ بالنسبة الأمر ليس سهل، ولكن هي بالنسبة لكرة الطائرة أو الدورة على كرة الطائرة اللي قمنا بها جاءت في ظرف قصير جدا. الحق بالنسبة للمساهمين اللي تصلنا بهم كل ما لقينا ترحاب، أنها ما كانش اللي راهو رفض العملية تاع الدعم لقد أدى صغية. يعني أكيد قلت بالرغم يعني في حي نجار درنا شغل، عندنا زوج حملات. نعم حتى نشير إليها، لأن برنامج على جمعية الحي. نعم عندنا حملة في عمل تفريش المسجد، إعادة تفريش المسجد. نعم جت بالموازاة مع حملة أضحية العيد. نعم ومن بعد جتنا الدورة تاع المرحوم. معناها بالنسبة للمصادر التمويل قديمة تحاول يعني هي تزودش على نفس الشخص. نعم تحاول توسع يعني تحاول توسع المجال، يعني توسع المجال وتحاول منها. بحكم أن يعني جمعية حي، كي تقولها جمعية حي ما تقدرش باش تتصل بخارج الحي تاعك، تضرب عدد عصافير بحجر واحد. يعني الأغلبية ديما تتصل بتجار وأصحاب الأعمال، رؤوس الأموال، يعني رؤوس الأموال الموجودة في الحي. نعم تركز عليهم لأنهم اللي يهمهم أمر
واولادهم وهم الغيورين على الحي يعني. بارك الله فيك. بالنسبه للخطه الاستراتيجيه للدورات اللاحقه العملية مش بش تكون في ظرف قصير، نعم. لأنها تكون مخططة مسبقا، لأن ممكن نبدأها من الآن بات. نعم أنا نحضر ونتصلوا بالأصحاب الشأن بالنسبة للمشاركين، نعم. بالنسبة اللي راهم بش يدعمونا كل نحاول نتصلوا بهم في مرحلة واسعة، نعم. وتحضير مسبق منها على الأقل، منها ممكن نبدو في شهرين ثلاثة أو أربعة عشر، ولما لا حتى ستة شهر نبدو نحضروا لها إن شاء الله، نعم. إن شاء الله تكون أفضل وأحسن، لأن تو باتصالاتنا إحنا باش نقرروا هل باش تكون في نفس المكان أو ننتقلوا مكان أفضل، نعم. هذه تبقى في إطار لجنة التنظيم اللي باش تحضر الدورة، نوسع العملية إن شاء الله. نعم سيد مدلل، يعني سؤالي إليكم الآن سؤال عام يعني على رياضة كرة الطائرة بصفة عامة، ليس على مستوى الواد أو على المستوى الوطني، على مستوى الفريق المنتخب الوطني كرة الطائرة مثلا، وأنتم لها الاختصاص، المنتخب الوطني الجزائري منذ سنة يعني 93 لم يتوج يعني بكأس أفريقيا، كان المنتخب الوطني الجزائري في تاريخه كان هناك تتويجين، 91 في القاهرة و93 في الجزائر، يعني الآن 29 سنة ونحن غايبين يعني عن منصة التتويج، إلى ماذا ترجع يعني تراجع كرة الطائرة الجزائرية يعني؟ والله تراجع الكرة الطائرة على المستوى، ولو أنه لازمنا نفتح لها حلقات وما تفضلش يعني. نعم. أولا نقول نقص التأطير هنا سيرتو في الولايات، معناها اختصاص كرة طائرة ما كانش مؤطرين ياسر، اختصاص كرة طائرة قليل وقليل جدا معناها، نعم. أولا، ثانيا نقص سياسة الانتقاء، ما كانش دورات مثلا، لازم يجب أن نقوله حتى الانتقاء حتى يكون يكون بسياسة الكيل بميكيلين، نعم. يعني نعم الانتقاء ما يكونش يعني على معايير، انتقاء ما يكونش على معايير معناها صحيحة، نعم. وما كانش أصلا ما كانش تخطيط على المدى البعيد يعني. ما كانش قبل، كانت دورات قبل في العهد القديم، كانت دورات تاع انتقاء، كانت دورة جهوية في الجنوب في الشمال في الشرق في الغرب، لأنه ما عاش كاين عاد محاصرة مثلا في جهة برج بعريريز، نعم. أنا برج بعريريز الصيف جهوية ولا المجمع البترولي، نعم. المجمع البترولي برج بعريريز، وأي لاعب مليح يضم المجمع البترولي، النوادي الأخرى يعني أكيد معناها، نعم. النادي الأول في الكرة الطائرة على المستوى الوطني هو نادي برج بعريريز، نعم. حاليا 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 معناها تابعوا فيه معنا نادي برج بعريريج، كان ستيف ثانية كان ستيف الإطوال، ولكن بقول صراحة يعني على ذكر كان فريق كما قلنا هذه من الناس اللي تكتشف أولاد عدوان، أولاد عدوان ثاني نشط نهائي كأس الجمهورية، نعم. أولاد عدوان هذا مع ما شاء الله معنا مع البرج، نرموا مع البرج. واني على ذكر أهل البرج بالرغم من تألقه محليا حقيقي لما يخرج على المستوى العربي القاري ما كان حتى المستوى العربي فقط، حتى لا نقول قاري يعني، لأنه في الآونة الأخيرة في العشر سنين الأخيرة حتى الكرة الطائرة الكاميرونية مثلا تطورت كثيرا، فريق الكاميروني أصبح يعني يجابه حتى الفريق التونسي الفريق المصري، وأصبح يتوج بألقاب إفريقية مثلا، نعم. لما نشوف أهل البرج حتى على المستوى العربي يعني ما يتألقش يعني، ما هي تتويجات كثيرة يعني، ربما ضعف المنافسة في الجزائر أثر عليه يعني، ضعف المنافسة واحد، نعم. دخول لاعبين محترفين، كان واحد الوقت الجزائر تجيب تقدر تجيب لي جوار من كانوا جوار في ستيف من الكاميرون، عندها من الكاميرون، نعم. وكان المسيلة كان عندها جوار من 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 غانا نورمالمون، نعم. بصح واحد الوقت الاتحادية نحتهم القانون الاتحاد كرة الطائرة، نحت المحترفين بصح انت كتنحي المحترفين على الاقل كون اكيد على الاقل كون يعني شي فورماسيون انت بصح كتجيب محترفين زيد حتى النكهة تاع البطولة تتبدل لو اللاعب المحلي يرتفع المستوى يرتفع ما فهمناش معناها كاين واحد القوانين اللي يصدروا فيها ما فهمناش على الاقل على الاقل كي تحرم لاعبين اجانب تمنحهم من اللاعب في البطولة الوطنية على الاقل التكوين يكون على معايير صحيحة احنا ما نكونوا ما نسمحوا باللاعبين الاجانب يطورون المستوى هذا للطرح يعني تونس ولا مؤخرا تونس ومصر معناها في يعني فاتونا بسنوات ضوئية يعني صراحة نعم صراحة شوفوا لما نشوفوا مستوى معناها مستوى الفريق التونسي والله في اللي شاهدناهم في كرة اليد المصرية او كرة اليد المصرية في اللي شاهدناهم في العاب البحر الابيض المتوسط معناها راي مستوى عالي جدا نعم كان لاعبين من الفريق التونسي كان يلعب في الدوري الايطالي معناها احسن دوري في العالم الكرة الطائرة نعم كما تكلمنا يعني في الكواليس المشكل يعني في الرياضات الجماعية صحيح كرة قدم أنها في الآونة الأخيرة يعني الشجرة التي تغطي الغابة على مستوى الفريق الوطني ليس على مستوى النوادي يعني كرة الطائرة أو كرة السلة أو كرة
اليد نفس الأخطاء تتعاود. يعني كما تكلمنا في الكواليس قلنا مثلا بعد كل خيبة يعني في كأس أفريقيا وكأس العالم ندخل في سبات عميق يعني ثم نعيد نفس الأخطاء. هذا الشيء يعني اللي يؤرق وهذا الشيء اللي يحير الناس يعني أكثر من الإخفاق في حد ذاته. تراجع المسيرين يعني لأنه قادر مثلا تسير ما خاطئ ما هوش كما قلت لك القوانين اللي يصدروها ما تخدمكش كدوري ولا كرابط ما تخدمكش. انت كتنحي جوار من المحترفين بينا باش راح تنقص البطوله تاعك ينقص المستوى كلش. احنا انا تفرجت على سطيف كانت عندها لي جوار من الافارقه ومع البرج مع برج بوعريج دومي الفينال كاس الجمهوريه في سطيف. متعه نعم بصح. تخيل انت هاك المتعه هذيك تنحي لها المحترفين هذاك من الافارقه. نعم جي معنا باينة تعود انت بلما تتفرج شعرف بلي البرج راح تربح سطيف. نعم شو ما تكمو معناها خلاص ما عاش فيه. واقع مؤسف حقا لرياضات الجماعية في الجزائر يعني صح. لأن نشوفوا كرة الطائرة الإيرانية وان كانت كرة الطائرة الإيرانية عشان حق كأس العالم نصف نهائي كأس العالم كرة الطائرة الإيرانية. وهذا راجع لا تكوين والعجز تكوين ناس تكون أولاد صغار هم لحقوا بها من نصف نهائي كاس العالم. قدام البرازيل قدام إيطاليا قدام روسيا معناها أبطال العالم منتخبات معناها الكبرى لكرة الطائرة. معناها إيران تجابها في كوريا تجابها في اليابان. نعم بولاد صغار هذا راجع الناس تخدم ناس الكاتيجوري تتبع الكاتيجوري حتى يلحقها للسنيور. نعم واقع مؤسف حقا. نتمنى ان يعني المسؤولين يعني يستفيقوا من هذا السباب وينهضوا بالرياضات الجماعية الاخرى ما عدا كرة قدم. وكما قلنا حتى كرة قدم على مستوى النوادي يعني الفريق الوطني والشجرة التي تغطي الغابة لا اكثر ولا اقل. متابعي قناة التحرير حصة سكور سبور في نهاية هذا العدد من حصة سكور سبور والذي كان مخصص عن دورة كرة الطائرة على الرمال للمرحوم بلال عبد الفتاح. نشكر السيد مدلل محمد اكرم على قبول الدعوة. شكرا لكم سيدي على حضوركم معنا. شكرا السيد مدلل هو المسؤول عن لجنة التنظيم في الدورة. مشكورين على تلبية الدعوة. شكرا بارك الله فيكم. كلمة أخيرة. نعم تفضل يعني باختصار فقط الوقت. والله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على المستوى التنظيمي للدورة والإعجاب الكبير للجمهور الرياضي. معناها الجمهور الرياضي معناها اتصلوا بينا بمختلف الوسائل معناها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وقت فقط بس معناها الحمد لله الدورة كانت محكمة بشهادة الجميع. حسن إلى أحسن كانت تنظيم محكم بشهادة الجميع. شكرا جزيلا على دعوتكم. لا شكر على واجب. أيضا أشكر سيد زغوان سفيان منظم عام في الدورة. يعني شرفتونا بحضوركم سيد زغوان وعلى الإضافة اللي قدمتها في هذه الدورة هذه يعني في هذه الحصة. نشكركم على هذه الاستضافة وجبدنا مواضيع هامة معناها من ناحية الجمعيات ومن ناحية الأفريقة ومن ناحية بارك الله فيكم يعني على هذه الاستضافة إن شاء الله. أعطيتونا من طرح يعني. أيضا أشكر السيد نغموش صالح عبد الناصر كاتب عام في الدورة. شكرا لكم سيدي على تلبية الدعوة. بارك الله فيكم على هذه الاستضافة التي تعتبر كدعم لنا. لأن كل شيء لازمة التحفيز وهذا من بين المحفزات اللي تخلينا نستمر في مواصلة العمل تنظيمات الدورات المقبلة إن شاء الله. بارك الله فيكم. كما أشكر أيضا كل من ساهم من قريب من بعيد ماديا ومعنويا وبجهده ووقته كل شيء. نتمنى الاستمرارية في هذا العمل. نعم منبر قناة التحرير مفتوح لكم في كل وقت يعني. متابعي قناة التحرير حصة سكور سبور في النهاية فقط نذكر أن البارحة اختتمت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. الجزائر يعني في مشاركة تاريخية ورائعة أحسن مشاركة للجزائر في هذه الألعاب منذ نشأتها. الجزائر احتلت المرتبة الرابعة ب20 ميدالية ذهبية 17 فضية و16 برونزية. للتذكير هذه المشاركة كما قلت أحسن مشاركة للجزائر في تاريخ هذه الألعاب وأحسن ثاني مشاركة عربية بعد المشاركة المصرية في دورة مرسين بتركيا سنة 2013. بمناسبة أيضا عيد الأضحى المبارك نتمنى عيد أضحى سعيد مبارك على كل الأمة الإسلامية أعاده الله علينا إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. تحية خاصة للمخرج إلياس. هذا بشير مساوي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.